عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الكبسولة مع الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي وقصته مع عود الهنا، وقد حكاها بعدد مجلة الكواكب الصادر يوم الفاتح من فبراير شباط عام 1955، ولحظات ممتعة. كتب محمد فوزي: كانت أحب الأوقات إلى نفسي هي تلك التي أقضيها مع الموسيقيين القدامى في إحدى قهوات شارع محمد علي، وكانت هذه القهوة منذ 20 عاما تجمع أكبر العازفين والملحنين، وتنعقد فيها ندوات موسيقية كانت كبيرة الأثر في الثقافة الفنية، وتكثر في شارع محمد علي محلات بيع الآلات الموسيقية، وفيه أيضا فنانون تخصصوا في صنع آلات الموسيقى العربية، ومن بينهم فنان قضى 20 عاما يصنع في عود دقيق واشتراه أحد المطربين، ولما هم بالعزف عليه أحس صانعه بالعازف لا يقدر القيمة الفنية للعود، فما كان منه إلا أن حطم العود وهو يقول: خير لي أن أحطمه من أن أتركه بين يدي جاهل مثلك. كان شارع محمد علي مليئا بمثل هذه الشخصيات، وكان يحلو لي أن أتجول في هذا الشارع. وذات يوم لفت نظري عود قديم مغطى بطبقة كثيفة من التراب، فسألت عنه أحد الأصدقاء، فجلس يروي لي قصة العود الذي كانت أوتاره تتنبأ بالأحداث المشؤومة. قال: كان هذا العود ملكا لأحد العازفين بفرقة سلامة حجازي، وحدث ذات يوم أن قطع أحد أوتاره فتشاءم صاحبه، ولم يمض يومان حتى مات الشيخ سلامة، ومضى عامان وفجأة قطع وتران من العود، وبعد نصف ساعة جاء من يعلن خبر وفاة موسيقي كبير كان أشهر عازف القانون في عصره وأكبر الملحنين للأدوار والتواشيح، واشتهرت قصة هذا العود، وأصبح كل واحد يدعو الله ألا تنقطع أوتاره حتى لا يفجع في صديق أو عزيز. بل حدث أن إحدى المطربات دعيت إلى الغناء عند أحد أبناء الصعيد، ولما جاء صاحب العود المشؤوم يحمل عوده ليسافر مع الفرقة، رفضت المطربة أن يسافر بهذا العود خشية أن يقع لهم حادث مشؤوم في الطريق. وقيل إن المرحوم الشيخ سيد درويش كان ممسكا بهذا العود يعزف عليه، وقطعت بعض أوتاره فتشاءم الجميع، وكان الشيخ سيد نفسه أكثرهم تشاؤما، ولم تمض بضعة أيام حتى داهمه المرض الذي ذهب بشبابه. وحين سمعت هذه القصص خطر لي أن أشتري هذا العود، فهو تحفة فنية تاريخية، وعبثا حاول الأصدقاء منعي من شرائه خوفا علي من هذا العود المشؤوم، وأخذت العود ووضعته في البيت، ومرت الأيام ونسيت قصة العود، بل إن الخادم حمله ذات يوم ووضعه في حجرة خاصة نحتفظ فيها بالأشياء القديمة. ثم انتقلنا إلى شقة جديدة ووجدت هذا العود بين المنقولات، فتذكرت قصته وطلبت إلى الخادم أن ينقله إلى مكتب أفلامي لأعلقه على الحائط، فهو تحفة دقيقة الصنع. وذات صباح كنت أنتظر صديقا من المخرجين، فتناولت العود من فوق الحائط وأخذت أعبث بأوتاره، فانقطع واحد منها، وتذكرت قصص العود المشؤوم فانقبض قلبي. وبعد ساعات أبلغت أن النار اشتعلت في مخزن أفلامي، فأسرعت إلى العود وتناولته بيد مرتجفة وحطمته لأقضي على آثاره المشؤومة. والغريب أن صاحب هذا العود كان يسميه حين اشتراه عود الهنا. تغمد الله فنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية، وحتى لقاء آخر مع قصة أخرى
تقبلوا تحياتي أخيكم نعيم المامون.